يعني أتذكر كان لي مرة قلت إنه أتمنى بدال يعني ميسي لاعب كبير وكان ودنا يجي الهلال، بس كنت أقول إنه أنا لو بدال ميسي جينا لاعبين أو ثلاثة أو أربعة مستواهم عالي أفضل، لأني أنا في وجهة نظري إن أكثر شيء فرحنا كهلاليين مو بالفرح حقت يوم التعاقد وله مثلا احنا فرحنا البطولات، في نهايه الامر نجاحنا او فشلنا يحدد عدد البطولات اللي فزنا فيها، وعلشان كذا احنا اكثر نادي فاز بالبطولات. فانا كنت اشوف انه بدال ما يجينا ميسي اتمنى ان يجينا ثلاث اربع لاعبين على مستوى عالي، وهذا اللي حصل الحمد لله. ومو بس كذا، لما انا اتذكر احنا عندنا جروب فيه مجموعه كثيره من الهلاليين في واتساب، لما جاني مار انا ما انبسط، وفي هلاليين كثير غير ما انبسطوا، قد اكون مخطئ. يعني انا كان ودي مثلا يعني لما جاء متروفيتش مثلا انبسطنا كلنا بالمره، لان الهلال يبغى اللاعب اللي يقاتل في الملعب اللي يضيف للفريق، مو ما نبغى الاسم مثلا. وهذا مو معناه ان نيمار ما كان حينجح مع الهلال، على اللي انا اعتقد وانا طبعا اثق في ارائي الا الاراء الفنيه، بالرغم اني انا حاضر الاف الاجتماعات مع المدربين مع كبار المدربين في العالم، وحاضر في لاكر روم في السعوديه وخارج السعوديه، الا اني انا اعتقد انه مثلا يعني انا ما اعتقد انه يعني الهلال يعني خدمه يعني رب ضاره نافع، اصابه نيمار انا اعتقد انها افادت الهلال. وعشان كذا انا يعني يمكن من يعني اتمنى انه حتى في السنه الجايه لما نتعاقد مع اللاعبين الاجانب يكون نفس نوعيه اللعيبه اللي عندنا الان، اللي هم اللعيبه المقاتلين اللي يلعبون للفريق اللي يركض يرجع. مثلا خلنا اقول لك سالم الدوسري، سالم الدوسري انا اعظم شيء بالنسبه لي في سالم الدوسري انه شوف لما نخسر كوره وش يسوي، يعني هذه الاشياء ما يناظرها المشاهد العادي. انا اتذكر على فكره بالمناسبه الشيء بالشيء يذكر، لما ميسي راح باريس سان جيرمان، وعلى فكره انا ترى انا مشجعين برشلونه واعتقد ان ميسي ثاني او ثالث افضل لاعب في التاريخ، انا رايي افضل لاعب مارادونا والثاني ميسي وربما الثالث بيليه، لكن انا في وجهه نظري لما جاء باريس سان جيرمان تذكر كان عندهم نيمار وكان عندهم مبابي، كنت اقول راهنتهم كلهم ان باريس سان جيرمان لن يفوز بكاس اوروبا، الدوري بيفوز فيه لانه دائما يفوز به، لان الفريق الكره ما يمشي بثلاثه لاعبين او لاعبين اثنين ما يرجعون ما يقاتلون، خاصه في الوقت الحالي. يعني ممكن انت تستحمل واحد ما يرجع، تستحمل واحد ما يدافع، لكن مثلا ناظر الحين مثلا سالم، مثلا سالم هو يعني انا اعتقد اي يعني حديث عن أفضل 10 لاعبين في تاريخ السعودية أو 5 لاعبين في تاريخ السعودية، سالم الدوسري فرض نفسه في هذا في هذه القائمة بالتأكيد. شوف كيف لما نخسر كورة، أنا عندي هذا بالنسبة لي اللي خلي هالي يفوز، لما يكون اللاعبين النجوم اللي عندك يقاتلون يرجعون يفتكون الكورة، هذا اللي خلي هالي صعب إنك تسجل فيه، هذا اللي يخلي الفريق يفوز. الفريق ما يفوز لا تناظر، يعني الكورة نصها لما تخسر الكورة ونصها الثاني لما تكون معك الكورة.